تزداد المتعة والإثارة كلما اقترب موعد نهائي كأس العالم، ولهالسبب راح نكون معكم في برنامج عين على المونديال لنرصد تفاعلات جمهور المونديال في شمال سوريا، ونعرض عليكم مسابقتنا في نهاية كل حلقة. أنا أرول إبراهيم أحيي كل محبي الكرة وأخص بكم متابعي مونديال قطر 2022. على صعيد المنتخبات العربية، خسرت قطر أمام منافسها الإكوادور، بينما فازت السعودية على منافسها الأرجنتين. وهلأ خلونا نرصد آراء الناس وآراءهم في مونديال قطر 2022 ونطرح عليهم أسئلتنا. خلوكم معنا. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك؟ حياك الله. عرفني عليك. وائل مصطفى. أهلا وسهلا فيك يا وائل. بدي اطرح عليك سؤال، اذا عرفت الاجابه راح تربح جائزه. تمام تمام تمام. كيف معلوماتك رياضي؟ كويس ان شاء الله. عن طبق المونديال الحمد لله. مين عم تشجع؟ انا برازيل بس اميل للارجنتين عشان ميسي. في فرق شاسع بين البرازيل والارجنتين. اكيد لا، المنتخب المفضل البرازيل بس ميسي كمان يعني. يا يعني بتحب ميسي؟ ايه. يعني لحاله اليوم خسر. ايه. خسروا السعوديه. بالعكس المنتخب العربي نتمنى النجاح للمنتخبات العربيه. طيب راح اطرح عليك سؤال. تفضل. سؤالي بيقول كل كم عام يقام المونديال؟ كل 4 سنين. متأكد؟ نعم. 3 ولا 4؟ لا 4. إجابة صحيحة وألف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من مجموعة كريستال للمنظفات. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نورتنا. أهلا وسهلا. راسي الله يعطيكم العافية. مساء الخير. مساء الخيرات. كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. عرفنا عليك. أسامة إسماعيل. أهلا وسهلا فيك. كيفك بالرياضة؟ تمام. تمام تمام؟ تمام. طيب راح أطرح عليك سؤال، إذا عرفت الإجابة راح تربح معي جائزة. تفضل. جاهز؟ جاهز. طيب السؤال بيقول من هو المنتخب الذي فاز في عام 2010 مونديال 2010؟ فرنسا؟ لا قربت. اسبانيا. متأكد؟ اي اسبانيا 100%. لازم. الف الف مبروك، ربحت مع جائزة مقدمة من مجموعة كريستال للمنظفات. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. الله شرفنا. شرفت. الله يحفظك. الله يكرمك. الله يعطيك العافية. هي عم تلعب تونس والدنمارك. السلام عليكم. مرحبا. السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك يا رب. شو اسم حضرتك؟ نادر الحلو. اهلا وسهلا فيك. كانك عم تتابع رياضه؟ اكيد. طيب مين عم تشجع؟ طبعا تونس. تونس طبعا. طب بالمجمل هذا المونديال مين منتخبك المفضل؟ لما نحن بنشجع المنتخبات العربيه، بعد ما بتخلص المنتخبات العربيه بنشجع اسبانيا المانيا. طيب كونك عم تدخل المنتخبات العربيه، حلو، راح اطرح عليك سؤال بسيط، اذا عرفت الاجابه راح تربح معي جائزه. تمام تفضل. عد لي المنتخبات العربيه اللي مشاركه بالمونديال. قطر والسعوديه وتونس و قطر وتونس والسعوديه. ايوه وتونس. عدينا تونس. عديت تونس. ضل منتخب واحد. المغرب. مغرب. مغرب للجزائر. لا المغرب. المغرب. متاكد؟ تذكرت المغرب. إجابة صحيحة، ألف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من مجموعة كريستال للمنظفات. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. وألف مبروك لك. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا لقناة الحلال. مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا. كيفك؟ والله الحمد لله. كيف أنت؟ عرفنا عليك. عمار حمد تاني. من وين حضرتك؟ حلم. اهلا وسهلا فيك. كنت عم تقلي انه الناس تدفع لك مشان تطلع مقابله. نعم نعم. شو السبب؟ تمام. الحمد لله سمعتنا كويس. مشهور يعني انت؟ لا والله مش مشهور. طيب عم تتابع المونديال؟ يعني راح اطرح عليك سؤال بسيط. طبعا اذا عرفت الاجابه راح تربح معي جائزه. تمام تمام. لعبة انجلترا وايران، تمام؟ مين فاز امبارح؟ والله ما تابعت. ما تابعت خالص. بس انا راح اشل فشله. طيب هاي مين قلت لي؟ انجلترا ولا ايران؟ مين فاز؟ يعني على الاغلب انجلترا. متاكد؟ متاكد. والله حظك لأني كويس. ايران فاشله يعني. الف مبروك، ربحت مع جائزه مقدمه من مجموعه كريستال المنظفات. اهلا وسهلا فيك. الله نورتنا. يجمع. الله يرزقك على راسي يا طيب. حياتي. اهلا وسهلا فيك. مرحبا. سلام. كيفك؟ سلام. شو وين متيسر؟ شو وين متيسر؟ والله باتجاه المخيمات. الله يسر امرك. عم تابع المونديال هاي السنه؟
والله مو زيادة. مو زيادة؟ بسبب ظروف العمل يعني. ظروف العمل. نعم. طيب بدي أسألك سؤال بسيط. تفضل. إذا عرفت الإجابة رح تربح جائزة. تفضل. تمام؟ تفضل. اليوم كانت عم تلعب الأرجنتين والسعودية. نعم. مين فاز؟ السعودية. متأكد؟ متأكد. طب تعرف قديش النتيجة؟ لا والله. 2-1. متأكد؟ متأكد. هاي ساعدك رفيقك، على كل حال ألف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من مجموعة كريستال للمنظفات. أهلا وسهلا فيكم والله يسر أمركم. نورتونا. السلام عليكم. مرحبا خال. سلام. كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله، شكرا لله. طمنا عليك. والله الحمد لله مشكور لله. شايفك عم تتابع المباراة؟ والله عم تتابع المونديال هلا صار وقت الموسم. حلو. مشجع انت؟ مشجع البرازيل. برازيل؟ من عام 1998. قديم كمان. تمام. طب شو سبب البرازيل؟ نشاطه في الملعب دائما بيكون قوي، اللياقه البدنيه عاليه، ديناميكيه يعني. تمام. فريق يعني قادر على هيك منافسات. حلو. اما بالنسبه للفرق العربيه بيكون لها حظوظ او الكادر البدني بيتم اضعف دائما. طب بالمجمل انت شو رايك بالمنتخبات العربيه هذا المونديال؟ هلا حاليا على موجب بدايه هاي المونديال، اول يوم كان صعب كثير بالنسبه لقطر، كان مخيب للامل. اما اليوم مفاجاه من العيار الثقيل بالنسبه للمنتخب السعودي، كانت من المفاجات العليا على مستوى التاريخ يعني. وهلا عم نتابع مباراة تونس مثل ما انك شايف كمان. طبعا اكيد تونس، انا بحب الفرق العربية بشكل حلو. تمام. بتمنى لهم التوفيق ويكونوا احسن من هيك واقوى من هيك. كونك مشجع قديم راح اسالك سؤال، واذا عرفته راح تربح مع جائزة. تفضل. تمام. تفضل. في لاعب اسطورة. نعم. دخل جول في ايده وكان مشهور كثير. اماندو مارادونا. متأكد. لاعب منتخب الارجنتين بمونديال بالعام 1986. مارادونا ولا رونالدو؟ لا مارادونا. متأكد؟ إجابة نهائية. جواب نهائي مارادونا. إجابة صحيحة وألف مبروك، ربحت مع جائزة مقدمة من مجموعة كريستال للمنظفات. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شرفتنا ونورتنا. يكون يقويكم جميعا، شرفتونا زيادة المحل كمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. مين السلامة. يعطيكم العافية يا شباب. السلام عليكم. مرحبا. عم تابع المباراة كنكم؟ لك أكيد. مين عم يلعب؟ تونس والدنمارك. والدنمارك. نعم. قديش الدقيقة صارت؟ والله انتهت هلا. انتهت. آه انتهت المباراة. مين كنت عم تشجعه؟ تونس أكيد. تونس. لك. تونس. طيب إلي سؤال. تمام. عندي سؤال لكم، أول شخص بجاوب راح يربح. تفضل. تمام. أكثر منتخب حقق المونديال؟ الأرجنتين. شو بتقول؟ ما عندي علم. طب راح أعطيكم خيارات وبسط عليكم السؤال. إسبانيا أو هولندا أو البرازيل؟ برازيل. برازيل. هو جاوب قبل. متأكد بس إجابتك؟ متأكد. ألف مبروك، ربحت معنا جائزة مقدمة من كريستال، مجموعة كريستال للمنظفات. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. يعطيك ألف عافية. خلاص خلاص. أهلا وسهلا فيكم متابعينا بفقرة حديث رياضي، معنا الأخ محمد نورس. نعم أستاذ. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، نورتنا بوجودك يا أستاذ. ومعنا الأخ محيي الدين. أهلا. نعم. وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، نورتنا. تسلم. بالبداية يا أخي محمد. تفضل أستاذ. شو رأيك بالمنتخبات العربية؟ والله شيء كتير حلو ورائع، الله يعطيهم العافية. القطريين إنه صح إنه خسروا بس ولكن يعني مشكورين على لعبهم، يعني تعبوا الشباب بس ولكن. أوه. السعوديين يعني بيضوها. بيضوها السعوديين. بيضوها. بيضوها. يعني أنت كنت عم تشجع السعودية. هلا ايه فيك تقول هيك شيء؟ انت شو رايك؟ مين كنت عم تشجع؟ انا بصراحه كنت عم بشجع الارجنتين. الارجنتين؟ شو السبب؟ السبب من زمان انا متابعهم وكان ادائهم بشكل عام بالمباريات السابقه يعني اداء جيد، لكن ما حالفهم الحظ في بدايه خسروا يعني. خسروا. ايه خسرت مع السعوديه. هي كانت لعبه حظ ما اكثر مع السعوديه. ايه انت شو رايك؟ شلون حظ يعني؟ بعد اذنك يعني العويس هذا حارس السعوديه يعني بيضه
يعني حالفكم الحظ كمان. لا ما حالفنا الحظ، الشباب كانوا تعبانين حالهم كثير الله يعطيهم. لا ما لهم تعبانين، لا لا تعبانين كثير، والارجنتين لهم ادائهم وتاريخهم معروف. كان استاذ تاريخهم معروف يعني أكيد. يعني الماضي انسى. يعني السعودي ما بنتسى كان مع الحظ، ولا الارجنتين فريق ضعيف؟ لا لا الارجنتين فريق ضعيف استاذ، ضعيف ضعيف جدا. لا لا انا بعتقد انه فريق لا باس فيه، يعني في ميسي في مارادونا في لاعبي ماشي حالهم اكيد اكيد. عم بقول لك لهم تاريخ يعني استاذ يا جماعتنا اشبن يعني ما بشكو من شيء يعني لعبوا كثير يعني اداء اسطوري. الحارس انا شفته انه كان الهويس ايه الله يعطيه العافيه تقول يعني لله الامر خلص بدنا نحكي اكثر من هيك يعني. يلا هي تحميه مي اكثر بعوضوا لكم اياها ان شاء الله في المباريات القادمه. يعني هلا هي الفكره انه انتم عم تتقاتلوا على طابح. نعم نعم تفضل عرفنا عليك. السلام عليكم، انا اسمي نور مسرى. نور مسرى اهلا وسهلا فيك معنا. الاخ كان عم يشجع سعودي والاخ كان عم يشجع الارجنتين. تمام، وانت شو رايك انو الفريق الافضل كان؟ هلا والله الفريق الافضل على كل اللعبه كلهم الله يعطيهم العافيه ما قصروا. نعم. تمام، بس السعوديه افلحت كل تبع على حالهم كثير استاذ يعني. انا ماني عم اشد لاي طرف منهم بخلافهم بس يعني حق يقال يعني للامانه بلا ما تروح حديث استاذ محمد نور يعني وقت ربحوا هن للسعوديه الوطن العربي بالاجمع انبسطوا كثير بالاجمع. صاروا اثنين عليك، انت موقفك يعني حاسه ضعيف يعني الارجنتين مو ضعيف خسرت. هي خسرت شيء طبيعي يعني السعوديه سابقا ما خسرت طبعا خسرت كمان خسرت سبعة اكيد سبعة خسرت حتى لعبوا لا مع الحظ حتما استاذي. هلا هو فيك تقول انه في حظ معهم بس ولكن العويس يعني شفتوا انتم الاشواط تيجي عليه وكذا والكره تيجي لعنده بس هو كان مبيضه كثير العويس يعني تعبانين على الشباب كثير الله يعطيه العافيه. سيدو والله انا ما عم اقول لك بايده بالفكره انه ايه تعبوا على حالهم بس السعوديه يعني خلت العالم كلهم يستغربوا يعني ما حدا كان موقفه هيك من الطرف السعودي وبالذات يعني الفريق اللي عم يلعب ضده ما انه سهل يعني ما انه شلون ما كان يعني الارجنتين مو فريق سهل هو وحتى اللعيبه اللي كانت موجوده فيه يعني اسماء كلها ضخمه صحيح مو انه من ما كان صحيح بس يعني بنفس الوقت كان في مباراه في اهداف ثلاث او اربع اهداف بتوقع كان تسلل يعني مو هذا الشيء دعم موقف السعودي منتخب السعودي ممكن يعني ممكن كان يعني في لولا الاخطاء البسيطه كانت فازت الارجنتين صح ايه اكيد اكيد كانت فازت. شو رايك كانوا انتم بالاهداف اللي فيك تقول ايه في 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 وجهه نظر استاذي حمتونا هذه خلاص على كل حال يعني المباريات القادمه ان شاء الله ان شاء الله نلتقي بالمباراه القادمه. طيب اعطينا نكتي خلينا نختم فيها الفتره. هلا انا ما كثير بس في نكتة يمكن سمعتها من الشباب نكتة رياضية حسرت قال بيقولوا في واحد مرة تحمم قبل ما يدخل على المباراة فزاد 18 بلاها فسألوا ليش قال لهم مشان يسجل أهداف نظيفة استاذنا لك زاد 18 بلاها يعني الله يعطيكم العافية الله يعافيك وشرفونا بحضرة حديث رياضي يعطيك العافية استاذ. متابعينا الكرام لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ما تنسوا تحكونا رأيكم في التعليقات وتجاوبوا على سؤال المسابقة، ما هي الدولة التي نظمت وتوجت في مونديال 1930؟ نشوفكم بالحلقات القادمة، مع السلامة.